مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، مع حلقه جديده هنشوف فيها كل اللي بيحصل على ارض مصرنا الحبيبه من اخبار جديده ومن كل ما يهم الشارع الاقتصادي والاستثماري في مصر. هنبتدي حلقتنا النهارده بمجموعه من الاخبار اللي حصلت في خلال الاسبوع السابق واخر مستجدات الامور الحاليه من الناحيه الاقتصاديه في المنطقه وفي مصر بصفه خاصه. في البداية طبعا بننعي بخالص الحزن والأسى السلطان قابوس حاكم عمان. السلطان قابوس هو من أقدم الحكام في المنطقة العربية، تقريبا هو حكم فترة توازي 49 عام، ودي أقدم فترة حكمها حاكم في المنطقة العربية كلها. طبعا هو كان من مؤسسي الاتحاد المجلس التعاون الخليجي، وكان ليه موقف كتير جدا مع مصر، وهو كان من الدول الصديقه جدا لمصر، وهو السلطان قابوس شخصيا كان بيحب المصريين وليه موقف كتير جدا مع المصريين لا يغفلها التاريخ. نتمنى من الله ان يدخله فسيح جناته وانه يصبر اهله ويصبر اهل عمان، لان يعني بيبقى في حاكم بقاله 50 سنه تقريبا بيحكم دوله، فأكيد طلع على إيده أجيال كتير، فارتباطهم النفسي والمعنوي بيه يعني أكتر من ما يكون والدهم أو كبير الأسرة العمانية. بننعيه بخالص التعازي ونرجو من الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته. الخبر الأول عندنا الأسبوع اللي فات يوم 7 يناير وهو يوم عيد الإخوة المسيحيين في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال مصر على أن يجمع أواصل الصلة والدم بين المصريين جميعا وأن يتعامل مع كل المصريين سواسية. الرئيس راح حضر القداس في كاتدرائية اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، وده تاني قداس الرئيس يحضره هناك بوجود البابا توادروس وكبار رجال الدين المسيحي وكبار الشخصيات المصرية المسلمة والمسيحية. وأكد الرئيس على ضرورة التواصل والتناغم بين نسيج الشعب المصري. احنا عمرنا ما كان عندنا اي حساسية في التعامل بيننا وبين بعض، في بعض الناس كانت بتحاول انها توجد الوقيعة بين جسد الجسم المصري، ولكن ده مش هينفع انه يحصل. فبالفعل الرئيس كان بيأكد على ده، بيقول احنا لازم نبقى ايد واحدة، مسلمين ومسيحيين، احنا كلنا في الاخر مصريين، مفيش اي تفرقة بالديانة أو بالشكل أو باهتمامات مختلفة. ده بيوصل رسالة كبيرة جدا للعالم، بيوري العالم أولا الأمن والأمان اللي موجودة في مصر، إن في مصريين يحضروا الاحتفال بعيد الإخوة المسيحيين داخل الكاتدرائية. ده حاجة بتؤكد على مدى التناغم بين فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه. الخبر الثاني الهام جدا وده لسه النهاردة حاصل، ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في اجتماع هام جدا مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزيره التجاره نيفين جامع. الهدف من الاجتماع هو دفع حركه الصناعه والاهتمام بالامور الصناعيه، لان الصناعه دي هي الانتاج، والانتاج بيساوي فتح فرص عمل جديده، بيساوي فرص استثمارية جديدة، بيساوي في النهاية فرص للتقليل من الاستيراد، وان احنا نتوجه للتصدير فنقدر نجيب عملة صعبة ونقلل من العملة الصعبة اللي بنضخها عشان نستورد منتجات من الخارج. في الاجتماع تم التشاور بخصوص المدن الصناعية الجديدة ومدى الخدمات اللي ممكن تتقدم فيها. نيفين جامع وزيرة التجارة كانت بتقول ان احنا نهتم بالجانب الاستثماري عشان نقدر نجذب استثمارات خارجيه، ان احنا نهتم بالمناطق الصناعيه الجديده عشان دي هتوفر فرص عمل كتير وهتوفر منتجات كتير جدا، منها الداخلي ومنها اللي ممكن تصديره. في جزئيه ثانيه هامه كمان جدا هو الاهتمام بالصناعات الوسيطه او المغذيه للصناعه، اللي هي المنتجات اللي بينتج عنها انها بتدخل في صناعات اخرى. دي حلقة مهمة جدا، لأن من غيرها ما ينفعش تقام صناعات متكاملة. ففي وجود النوع ده من الاهتمام بالنوع ده من الصناعة هنقدر إن احنا نوفر
الخامات او الاساسيات اللي بيتكون بيها المنتج بشكل متكامل. طبعا احنا شايفين اهتمام سيادة الرئيس بكل النواحي الاقتصادية في مصر، وبخاصة في الفترة الاخيرة بالصناعة، لان الصناعة كيان تقوم عليه دول بالكامل. ممكن صناعة واحدة توفر دخل وعملة صعبة لمصر تكفي كل متطلباتها وتوفر كم الاستيراد اللي بيستورد لهذه النوعية من المنتج الصناعي. هنبتدي النهاردة معاكم حلقتنا. احنا دايما بنحب نشوف بكرة ونشوف النهاردة ونشوف امبارح، لان بكرة ده مش هيجي غير نتيجة ان امبارح حصل والنهاردة بيحصل فيه حاجة معينة وبكرة هيجي. قدرنا ان احنا بفضل الله يكون معانا معالي المهندس درويش حسنين، طبعا هو حد خبير عقاري كبير جدا، رأس اكتر من شركة استثمار عقاري كان اخرها الشركة المصرية السعودية، وحاليا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، وده طبعا اتحاد كبير. عايزين نعرف منه ايه فكرة الاتحاد ده، وعايزين نعرف منه ايه اللي هو شايفه في الاستثمار العقاري ينصح بيه السادة المشاهدين في القادم 2020، ايه المجالات الكويسة، ايه الاهتمامات اللي تكون كويسة، حجم الاستثمار، فرصه فين، لانه طبعا هو بقاله فترة طويلة جدا بيعمل في مجال الاستثمار العقاري. فخليكم معانا نبتدي مع حلقتنا النهاردة ونعرف كل ما هو جديد عن كل الحاجات دي. مساء الخير درويش. اهلا، مساء الخير دكتور. اهلا بيك. إيه؟ اهلا بيك. اهلا. طبعا في البداية حضرتك عارف يعني هي مصر دولة عقارية تقريبا كده، يعني المصريين الملاذ الامن بالنسبة لاستثماراتهم او فلوسهم هو العقار. العقار ده طبعا بيمثل سواء كان سكن او استثمار او بفكرة اعادة البيع، ان هو يكسب فيه ويعيد بيعه. حضرتك شايف الفترة الجاية في ظل وجود 14 مدينة جديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، مجتمعات جديدة، شكل جديد حتى للعمارة، يعني مدينة العلمين الجديدة شكل العمارة والمنشآت اللي فيها مختلف خالص عن كل اللي كان موجود في مصر قبل كده، رؤية مختلفة لكل شيء. حضرتك شايف 2020 شكلها إيه في الاستثمار العقاري؟ هقول لحضرتك، مصر من البلاد الواعدة جدا في مجال الاستثمار العقاري. ممكن درجات النمو في الاستثمار العقاري تتغير من فترة إلى أخرى أو من عام لآخر، لكن تظل دائما وبحمد الله في المؤشر الإيجابي. هنقول مثلا احنا كمصريين عندنا حالات زواج سنوية من 400 ل 500 ألف حالة زواج سنوية. تمام. عندنا عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج اللي هم بيودوا شراء وحدات سكنية في موطنهم اللي في يوم من الأيام هيعودوا ليه. تمام. هم وأولادهم. عدد كبير من الأشقاء العرب بيحبوا يتملكوا وحدات سكنية داخل مصر لها تبارك كثيرة جدا. مصر بحياتها الاجتماعية والثقافية هم بيحبوها. مصر بلد آمن، وشعب المصري شعب محبوب لكل الشعوب العربية، واللغة كمان سهلة، واللغة يعني ما عندهاش رموز في اللغة المصرية، ممكن يفهمها كويس بالظبط هما بيفهموها. وبعدين طبعا مع انتشار الأفلام والحاجات المختلفة بقت اللغة المصرية لغة محببة وسهل التعامل بيها. لما نيجي لحالات الزواج للمصريين السنوية، الإقبال من الإخوة العرب، رغبة المصريين العاملين في الخارج إن هم لابد يبقى متملك وحدة أو أكثر داخل بلده، حتى لو طلبي الزمن بره هو بس هو بياخد الوحدة ويخليها بالظبط. كل المؤشرات دي دكتورنا بتقول إنه هذا النشاط جاذب ومستمر. تمام. لا نقلق منه ولا نخشى منه. ممكن يختلف بدرجات من سنة لسنة، لكن تظل المؤشر مؤشر إيجابي. طيب حضرتك شايف في ظل تخفيض فوائد البنوك، ايوه،
هل ده يعتبر دافع لإقدام الناس على الاستثمار العقاري أكتر؟ يعني النهاردة الناس اللي كانت شايفة أن الاستثمار جوه البنوك بيساوي فايدة معينة بتجيب لهم ربحية معينة، هل بالنسبة لهم الوحدات السكنية ممكن تحل محل ده أو تبقى جاذبة بداله؟ شوف أقول لحضرتك، عمر الـ 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 الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك ما كان أفضل من شراء وحدة سكنية وقعد بها. دايما شراء الوحدة السكنية وقعد بها أفضل. في برضو بعض الشريحة بيفضلوا الاستثمار بهذا الشكل بدلا من إيداع الأموال في البنوك لاعتبارات دينية وحاجات مختلفة. يعني من يتملك وحدة سكنية بتزيد قيمتها زيادة سنوية وعلى مرور الزمن بشكل يفوق إيداع هذا المبلغ في البنوك والحصول على عائد من البنوك. تمام. الزيادة دي أفضل كتير بتملك الوحدة السكنية. أفضل بكتير من عائد البنك. أفضل كتير من عائد البنك. لأن في نقطة كمان، هو النهاردة حضرتك لما بتبيع وحدة سكنية لحد هو بيدفع مثلا 20% تعاقد، وبيبتدي العقار يحول إلى إنه يبقى حصالة بيحط فيها القسط كل شهر. الفايدة اللي هو بيكسبها في الآخر بيكسبها على مجمل ثمن الوحدة، يعني لو الوحدة 8 مليون جنيه تمام. هو هيكسب على مليون جنيه كلهم في الآخر مع إن هو ما دفعهمش كلهم، يعني عائد الاستثمار عليها أعلى. يعني أعتقد لو اتحسبت بالكالكوليتر تطلع من 20 ل 25% في السنة. هي الحسابات كلها بتقول دكتور إنه العائد من الاستثمار على الوحدة السكنية اللي بتتملكها وتطرحها أفضل كثيرا من البنوك. طبعا ما ملاحظت حاجة كمان في الثقافة العامة بتاعتنا انه الوحدة السكنية يعني ما بتقدرش تصرف فيها بسهولة، وغير الاموال اللي في البنوك ممكن تقترب منها سريعا وتاخد منها وهكذا، لكن الوحدة السكنية دائما في تزايد في قيمتها، وعندما تكون هناك حاجة اليها بتقدر انك تبيعها بقيمة تحصل فيها قيمتها اللي انت دفعتها في الاول وفوائد اعلى مما لو انت حطيتها في البنوك. طيب حضرتك شايف يعني بخبرة حضرتك طبعا في المجال ممكن تشور على سواء المطورين او المشترين في الاستثمار العقاري سبل او طرق تمويلية لعمل المشروعات غير الاقتراض من البنوك؟ يعني هل في شكل يمكن به المستثمر العقاري او المطور العقاري ان هو يوفر سيولة لمشروعه لو محتاج تدفقات زيادة من سبيل غير ان هو ياخد قرض من البنك؟ شوف اقول لحضرتك، ظهرت ثقافة في الفترة الاخيرة وهيئة المجتمعات العمرانية في السنوات الاخيرة عملت مشاركات مع المطورين بحيث انها هي بتقدم الارض والمطور بيبتدي يجيب الاموال، بدلا ما كان المطور بيبقى عنده راس المال بيوجه جزء منه لسداد الارض وجزء منه للانشاء، ابتدى يوجه الاموال كلها للانشاء. وهذه المشاركات نموذج ناجح جدا جدا، ونتائجه كمان انه التكلفه على المنتج اللي طالع من هذه المشاركه اقل من التكلفه عن المنتج التقليدي اللي هو المطور بيبقى معاه أموال وياخد أرض ويدفع قيمتها، وقد يكون ما عندوش الأموال كلها بيضطر إنه يقترض الأرض ثم يقترض للبناء لغاية لما تيجي دفعات من المشترين. فمفترض إحنا معانا بس مداخلة أيوة من أستاذ محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف العام على المنصورة الجديدة. شكرا خير يا محمد بيه. أنا مساء الخير. مساء الكل يا فندم، سعادتك. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب ويا رب. الحمد لله كل سنه وانت طيبين. ربنا يخليك يا رب. 2020 تبقى سنه جميله علينا كلنا وعلى مصر الحبيبه ان شاء الله. تعيش يا محمد بيه. علينا كلنا. الله يخليك. طبعا حضرتك يعني المنطقه اللي حضرتك متوليها دي منطقه يعني مرآه كل الناس بتبص عليها. المنصوره الجديده طبعا حدث في المنطقه كلها اللي بتحيط بيها، ودمياط الجديدة طبعا يعني علامة فيها مدينة الأساس وفيها مجموعة من الاستثمارات الجديدة. عايزين نعرف منك آخر خطط ال 2020 بالنسبة لدمياط الجديدة وبالنسبة للمنصورة الجديدة. هو طبعا بالنسبة للخطط دمياط الجديدة زي ما أنت أشرت لها أنها طبعا مدينة صناعية وساحلية وعمرانية،
تمام. فطبعا الخطة الدمياط الجديدة يمكن داخلة في النسبة ل 19 2020 دي داخلة يمكن في مليار جنيه تشمل أعمال الطرق وتطوير الطرق والمداخل وال وبالنسبة لقطع الإسكان سواء سكن جنة أو سكن مصر. تمام. اللي احنا بنطلب التشطيب وسواء الخدمات من ناحية عندنا 2 موقف إقليمي وفي مدارس وفي خدمات طبية بنعمل مركز طبي. مركز طبي. بالإضافة إلى ترفيه قطع الأراضي اللي هو بيت الوطن عاملين بالخارج وقطع أراضي الأخضر تميز. طب أنتوا في الفترة الجديدة هتطرحوا في 2020 هتطرحوا أراضي في دمياط الجديدة؟ أراضي أشخاص؟ احنا بالفعل بالفعل فعلا احنا طرحنا وما زلنا بنطرح طبعا بنطرح أراضي أكثر تميز بنطرح أراضي أكثر بيت الوطن. تمام. ولسه احنا طرحين قريب وحاليا بنستعد بنجهز لعدد من قطع الأراضي لأكثر تميز. تمام. قطع أراضي لبيت الوطن والحمد لله احنا كنا في الفترات الأخيرة دي كان بنظام الإتاحة اشتغلنا على نظام الإتاحة في دمياط الجديدة كان عليها إقبال كويس. تمام. يمكن متقدم يمكن اكتر من 100 طلب لحد دلوقتي ولكن الطلبات اللي هي سددت ودفعت حوالي 14 طلب دفعوا جديه حجز عشان يحصلوا على الارض. تمام. باكمال حوالي 50 فدان وبقيمه تقديريه تقريبا حوالي بتاع 650 مليون جنيه. تمام. وطبعا دي القطع دي بتشمل في مركز في مستشفى 8 فدان في فندق على 10,000 متر وفي قطع أراضي بالنسبة للتجار الإداري السكني وفي تعليمي وفي مركز طبي وفي محطة تموين سيارات دي كان أبرز القطع اللي هي بدأت تسدد وكده. تمام. طيب وبالنسبة للمنصورة الجديدة؟ المنصورة الجديدة طبعا زي ما انتم عارفين هي مدن الجيل الرابع وشد الحمد لله ماشيين فيها خطتها في العام الحالي 19-20 حوالي بتاع 6.5 مليار. تمام. لان طبعا بتشمل بنية تحتية بالكامل وجميع الاسكان بانواعه سواء سكن مصر او جنة او الفيلات والابراج والاسكان الاجتماعي المتميز والكورنيش وشغالين في محطة التحلية ومحطة الكهرباء ومحطة الرف. تمام. ده بالاضافة الى اعمال الطرق طبعا هي شاملة كل وبالاضافة طبعا للجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا للعلوم في المنصورة الجديدة. تمام. شغالين فيها فطبعا شغالين في كل القطاع. طب وفي والحمد لله المنصوره الجديده بالاقبال اللي عليها في 3 قطع اراضي عمراني متكامل بمساحه حوالي 130 فدان. تمام. ودي اتباعت في حوالي يمكن 1,800,000,000 اتباعت لمطور ان احنا بعنا 2 جامعه بتاع حوالي 80 فدان. تمام. يعني كل حوالي بتاع 80 فدان وده طبعا كانت تقيمة تقريبا حوالي 2,600,000,000. لا لا انا بس على دمياط الجديده. تمام. طيب حضرتك هتطرحوا اراضي في دمياط في المنصوره الجديده الفتره الجايه اراضي؟ اه لا هو المرحله الاولى كلها بتشهد اعمال اسكان بس. كلها اعمال تبع طبعا انما الاراضي اللي بنبيعها اراضي خدميه سواء تموين سيارات او مركز طبي او مستشفى او مولات او كده. لكن مش اراضي اشخاص. انما المنصوره الجديده المرحله الاولى كلها الهيئه هي اللي بتبني طبعا. الهيئه هي اللي بتنفذ. تمام. طيب احنا متشكرين جدا لحضرتك ونشوفك قريب ان شاء الله تشرفنا في البرنامج بقى ان شاء الله. شكرا. الحقيقه اللي هي تعليق على دمياط الجديده اولا من اهالي دمياط. حضرتك انا من اهل دمياط من مدينه اسمها عزبه البرج تابعه لمحافظه دمياط. وانا في الشركه اللي كنت باشرف ان انا الرئيس التنفيذي ليها المصريه السعوديه شركه المصريه السعوديه للتعمير السعوديه المصريه للتعمير عملنا في 2016 زياده راس مال. هي الشركه دي مملوكه للدولتين المصريه والسعوديه 50% و50 الحكومتين. عملنا زياده راس مال بان السعوديه تدفع اموال ومصر تقدم اراضي. تمام. وده كان يعني ده مثال كمان للمشاركات يمكن وانا بتكلم دلوقتي مع حضرتك على المشاركات للفتره اللي جايه اللي هي بتقلل التكاليف واللي ظهرت في هيئه المجتمعات مع بعض المستثمرين. النموذج بتاع الشركه السعوديه كان نموذج جيد. لاخر زياده راس مال السعودية دفعت 121.5 مليون دولار كاش ومصر قدمت أراضي بالقيمة دي بنفس القيمة
واحنا بنختار الاراضي قلنا شمال مصر رحنا دمياط الجديده وجنوب مصر اسيوط الجديده وبعدين خدنا كمان في القاهره الجديده. فكان في تنوع مكاني مهم جدا، وكنا عايزين نقول ان الشركه المملوكه للدولتين لابد تكون عندها ابعاد استثماريه ناجحه، لكن لابد انها تراعي ابعاد اخرى كثيره انها تنتشر في مناطق مختلفه في مصر. وانا محمد بيرجر كان بيتكلم دلوقتي على اوتيل في دمياط الجديده، ضمن المشروع اللي على الارض اللي الشركه السعوديه خدتها في دمياط الجديده هيقام فندق 4 نجوم، وتم الادفاع على ادارته مع شركه هيلتون العالميه تحت البراند هيلتون جاردن ان. تمام، وان شاء الله يظهر للنور قريبا جدا ان شاء الله. ده هي جت يعني جت جوه نفس الموضوع يعني. طيب نكمل حوالين الاستثمار العقاري. حضرتك شايف الاكثر المناطق جذبا في الفتره الحاليه وافضلهم استثمارا مستقبلا، يعني في وسط بقى المناطق المتاحه كلها، حضرتك شايف لو حد بيستثمر في وحده سكنيه يبقى حضرتك ترشح له ان نقول نمره 1 كذا، نمره 2 كذا، نمره 3 كذا، نوزع 5 مناطق؟ العاصمه الاداريه واخده اهتمام كبير من الدوله، ما يتم فيها بيتم بانجاز سريع وبجوده عاليه. تمام، فلما بنجمع بين الحاجتين دول بنصل الى المراد، والحاجه اللي بتحقق المطلوب في توقيت صح، طلع منتج جيد في وقت محترم، والدوله بتراقب التنفيذ، لان كمان هم هناك يعني انا بعتبر ان المشتري دي اعلى من اي منطقه، ان هم بيتابعوا التنفيذ في خلال فتره زمنيه معينه، وبيتقابلوا مع المستثمرين كل 3 شهور بيشوفوا عمل ايه في الجدول الزمني، فالموضوع مش متساب يعني. يعني العاصمه الاداريه فروم داي 1 من اول يوم محطوط فيها الخبرات السابقه في مدن كثيره، واتخذ في الاعتبار ان العاصمه الاداريه لابد ان نستفيد من الخبرات سواء من كان منها غير مرضي او من هو مرضي، و ناخده في العاصمة الإدارية وننفذه. وأنا بقول إن العاصمة الإدارية الاستثمار فيها استثمار جيد. ما زال شرق القاهرة في منطقة القاهرة الجديدة أيضا الاستثمار فيها استثمار جيد. النهاردة لو بنتكلم على الأماكن اللي هي الاستثمار بعيد المدى شوية، يعني في ناس بتبقى عايزة تستثمر استثمارات قريبة المدى على فترات، يعني بيبقى في حد ما عنده أموال بيقول أنا عايز أستثمر لمدة 10 سنوات أو عايز استثمر لمدة 5 سنوات. لو على استثمار قريب القاهرة الجديدة لأنها الأسرع في إن هو يجد من يعيد، يقدر يشتري ويعرف يعمل عدد بيع. العاصمة الإدارية أبعد شوية. تمام، لأن العاصمة الإدارية لما هتاخد يعني في فتره زمنيه علشان تبتدي الناس تعيش فيها وتبتدي تاخد وضع الاستقرار وكده بعض الوقت. استثمار فيها جيد لكن لحد عايز فتره اطول شويه. القاهره الجديده لا، وانس على طول، يعني ممكن من دي وان وينفع يعيد بيع وينفع يسكن وينفع يعيد بيع. والعمر ما في حاجه عندنا دكتور تم شرائها الا وسعرها زاد. طبعا، ودي الميزه العظيمه جدا. حتى الاخوه العرب لما بنقابلهم هم في الاخوه العرب في السعوديه والكويت والامارات بيسافروا في جميع انحاء العالم واشتروا في اماكن كثيره، ودايما كانوا يقولوا لنا المكان الوحيد اللي نشتري فيه وحده وبتزيد قيمتها نكسب هي مصر. في مصر بالظبط، لا تقارن باي مكان تاني في العالم. وبعدين خلي بال حضرتك كمان، يعني الصوره الذهنيه اللي مرسومه للعاصمه الاداريه ما توازيش 20% من الواقع. يعني العاصمه الاداريه لما تفتح اول مرحله اللي هي ال 42,000 فدان، يعني الاحصائيات بتقول ان السعر هيغلى في حدود من 40 ل 50%.
لانها هتبقى رؤيه بقى الناس ما كانتش شافتها، يعني ما شافتش الواقع. انت يعني حضرتك اكيد طبعا حضرتك مطلع عن الناس وبتروح وبتزور وعارف المكان. الدكتور اول ما زاد تم الاعلان عنه في اراضي في العاصمه الاداريه اول ما زاد، وانا برضو كنت في الشركه السعوديه وعملت دراساتي الخاصه ومشاركه اعضاء مجلس الاداره وكده، وقلنا ندخل المزاد. وانا قلت ايامها في مذكره كتبتها ان احنا هناخد في هذا المزاد افضل سعر في افضل مكان، وان العاصمه از بروميسنج، مكان بروميسنج. خدنا في العاصمه الاداريه دكتور احلى قطعه ارض باقل سعر في المزاد. في هذه الفتره كان اغلب المستثمرين لسه بيفكروا هل العاصمه بروميسنج، هل نستنى شويه، هل نشوف وكده. احنا خدنا قرار وكان عندنا رؤيه انها هتبقى كويسه تمام، فحصلنا على احسن ارض باقل سعر. دي في الطرح الاول، في الطرح الاول اول ما زاد. ويعني مش عايز اقول لحضرتك زيدت اسعار الارض غير السعر اللي احنا خدنا بيه الضعف في قطع اقل تميزا من هذه القطع، قطع على شارع محمد بن زايد الشارع الرئيسي. الشارع الرئيسي. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك ان العاصمه الاداريه من وضعها ودرس اوضاعها درس الاوضاع دي من كل النواحي، اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وكل حاجه، كان يقول ان دي بروميسنج. وعشان كده دلوقتي الاقبال عليها اقبال جيد جدا، كبير جدا طبعا. واهم ما يميز العاصمه الاداريه تم الاستفاده فيها من تجارب المدن الاخرى، وزي ما بقول لحضرتك ما يلفت انتباهي جدا فيها كمهندس جوده التنفيذ ومعدلات التنفيذ المرتفعه في التوقيتات الصحيحه. تمام. ده ينتج عنه منتج مميز مميز، وعلى فكره اقل تكلفه. دائما الشيء اللي بيتعمل صح من اول مره أرخص. وبجوده هو الارخص، هو الارخص، هو الافضل. هو في التنفيذ بحكم حضرتك بقى مهندس، في التنفيذ الغالي رخيص، يعني لما تنفذ كويس بالزبط. هيفضل المنشا كويس وبصحه جيده ومش هيحتاج لصيانه ومش هيحصل فيه. هو ده بقى الاستثمار فيه هايل، ده الاستثمار البعيد اللي هو قيمته بتفضل فيه طول العمر وبتزيد وبتبقى حاجه كويسه جدا. بالظبط. طيب حضرتك شايف على الرؤيه العامه حاليا بيناقش وشفنا كذا شكل لتجمع المطورين العقاريين، كان منهم غرفة التطوير العقاري، غرفة التطوير مع المهندس طارق، ودي برضو كانت حاجة جديدة على السوق، يعني ما كانش في غرفة بس جيدة للمطورين العقاريين تتكلم باسمهم وتتعامل مع الجهات الحكومية ومع الدولة، ويمكن كان لهم يعني أثار جيدة على الاستثمار العقاري ان هم قدروا يعملوا مبادره مع البنوك ان هم يقدروا ان هم يدخلوا بعض الاتفاقيات مع البنوك للمطورين العقاريين. في كمان مشروع تاني وهو مشروع اتحاد المطورين العقاريين، وتصنيفهم زي اتحاد المقاولين كده، يعني اتحاد المقاولين بيصنف الشركات اللي بتشتغل في مجال المقاولات، بيقول دي فئه الف، دي فئه ب، دي فئه ج، وبيقدر ان هو يصنفهم على قدر امكانياتهم وخبراتهم وعلى قدر خبراتهم. تمام. هل حضرتك شايف إن, 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 ان إقامة اتحاد للمطورين يضع ضوابط وحدود للمنظومة العقارية يؤدي إلى تقدم في السوق، ولا يؤدي إلى الضغط على بعض الشركات المتوسطة والصغيرة؟ اتحاد المقاولين المصري بيعمل تصنيف للمقاول المصري، تمام، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وهكذا، وكل درجة من هذه الدرجات ولها شروطها. تمام. وعندما تطرح العطاءات من جهات الحكومية المختلفة أو حتى من القطاع الخاص بيقول كده أنا عايز اللي يتقدم للعطاء ده يكون مقاول متصنف درجة أولى أو ثانية أو ثالثة حسب حجم المشروع اللي هو طرحه. التصنيف ده لما بياخدوه من الاتحاد المقاولين المصري بيراعى فيه الامكانيات الماديه والفنيه والماليه وكل حاجه، وبعد كده ما بيجي يترقى بتبقى فيه شروط للترقي،
تكون عملت مشروع بكامل وتجيبه علشان ارقيك. ما انت عشان تطلعه المرحله اعلى، تطلعه المرحله اعلى، والمرحله اللي بعد كده شروطها اعلى شويه، مراعاه فيها امكانيات ماديه ومراعاه فيها امكانيات فنيه، وبنشوف الجهاز اللي معاه والكلام ده. نيجي بقى لحضرتك السؤال المهم، هل النهارده مفيد؟ احنا معانا مداخله بس من سيد سفير جمال بيومي. اهلا بيه. اهلا سيد سفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب. جمال بيه ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ سعد كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده عليك وعلى مصر كلها ان شاء الله. طيب حبيبي، الله يخليك. كنا عايزين نشوف بس رؤيه حضرتك سريعا كده عن 2020 والاستثمارات العربيه ودور الاتحاد عند حضرتك في 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 الاستثمار في مصر. يعني الحمد لله ان احنا في 2019 اثبتنا ان احنا على الطريق السليم. تمام. في مؤشرات اقتصاديه حققت اعلى مدى من اي فتره حققتها مصر، بالتحديد تحويلات المصريين اللي تخطت 26 مليار، واحتياطي البنك المركزي اللي تخطى 45 مليار. تمام. التجاره والصادرات بتزيد، لكن ما زلنا يجب اننا نبذل فيها جهد اكبر. السياحه بتزيد وحققت مجالات مش بطاله، لكن ايضا محتاجين فيها جهد اكبر. ايضا الاستثمار لم يصل بعد للقدر الذي يعني يساوي قدره مصر وقيمتها. تمام. بالتالي احنا ماشيين على الطريق الصحيح، ومطلوب ان نضاعف المجهود عشان نصل الى افضل النتائج. فبالتالي اتوقع ان شاء الله لو سرنا على هذا المنوال، ثم مصر طبعا امنت جبهتها الداخليه بشكل تستحق عليه كل الثناء، وعلاقتنا الخارجيه ممتازه، بالتالي ناتي للعرب. العرب جاهزون وهم بيفضلوا الاستثمار في مصر، لكن طبعا هل احنا حضرنا نفسنا لهذا؟ هذا سؤال مهم، لان مطلوب تطوير نظامنا المصرفي، مطلوب تطوير قدرتنا على سرعه النقل والمواصلات والاتصالات والكهرباء، مطلوب اشياء كثيره ان احنا نواصل التقدم فيها. لكن العرب لما تسالهم يقول لك انا بفضل مصر عن اي مكان، لانها البلد اللي بتتكلم لغتي، اللي اقدر اسيب فيها اسرتي، فهي الى جانب انها استثمار ممكن انه يعيش حياه لطيفه وحياه طيبه وعلاقات ممتازه بين شعوب الامه العربيه. والمستثمر عندنا نعمل ان شاء الله ان في 2020 نواصل هذا، نحسن بقى ادائنا لاستقبال مزيد من الاستثمارات ومزيد من الصادرات. احنا مقصرين اعلاميا في الترويج بشكل كافي للاستثمارات، خصوصا ان احنا واخدين موقف، الاعلام المصري عموما واخد موقف من الاستثمار القطاع الخاص، ونفسه يرجع لسنوات الاستثمار اللي كان بيتولاه القطاع العام، وهذه نظريات تركتها كل شعوب العالم حتى الصين نفسها. فينبغي ان احنا نؤكد للمستثمر اللي جاي بلدنا، اظن الرئيس بيقوم في هذا بمجهود كافي، لكن الاعلام مقصر في رايي في هذا، انه يطمئن المستثمر اللي هيجي بلدنا انه جاي في استثمارات امنه، ومش بس كده، وانما مجتمع يرى اهميه هذا المستثمر والاستثمار، لانه بيفتح بيدينا، بينتج اشياء احنا محتاجينها، وبيشغل اولادنا، ونصدر ونحصل على عملات اجنبيه. تمام. كل ده يجب ان نحط تحت خطوط حتى نجذب مزيد من الاستثمارات. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا استاذ سفير. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. نرجع تاني. يعني تعليقا على كلام سعد سفير، فعلا انا باكد برضو الاستثمار واحده من الطرق او المتطلبات الهامه للاقتصاد المصري في فرص العمل وفي عملات اجنبيه من الخارج محتاجينها وامورا كثيره. لكن انا اعتقد نحن محتاجين تطوير في بعض الإجراءات لخروج الاستثمار إلى النور في وقت مناسب. هذا التطوير لا يحمل أبدا تجاوز عن الأنظمة المطلوبة، ولكنه يحتاج إلى عناصر تقوم بالمراجعات لديها الكفاءة لسرعة المراجعة والبت والرد على أي مستندات مقدمة، والفصل السريع في كل شيء.
يعني المستثمر اللي بيستشعر ان هو عندما اتى الى مكان بتتم فيه الاجراءات الاستثماريه بطريقه ابطا ما هو منتظر بيبتدي طبعا يتراجع بشكل النظامي السريع الاحترافي، بدل ما كان بيفكر ان هو يجي بحجم استثمار رقم ما بيقول لا، هذا المكان مكان جاذب للاستثمارات، ازيد هذه الاستثمارات واتي باموال أكبر. محتاجين فعلا مزيد من المرونة المنضبطة في الإجراءات لخروج الاستثمار إلى حيز التنفيذ بأسرع ما يكون. مع الاستثمار اللي بيطلع ده عمالة بتشتغل، ضرائب بتدفع، عملات جاية من الخارج داخلة البنوك المصرية، حكاية هائلة. والنهاردة القطاع الخاص أنا أعتقد أنه هو بقى له فرصة، يعني انتهى الزمن اللي كان كل حاجة لابد أن يقوم بيها الدولة وتقوم بيها الحكومة. النهاردة القطاع الخاص أقدر على إدارة الأموال وأقدر على أن هو يوجد فرص عمل ويدفع ضرائب ويفيد البنوك وكلام ده كله. طبعا ما هي دايره سرعه خروج العمليه الاستثماريه تحيز الوجود محتاج نظره تحمل السرعه التي لا تخلو من الانضباط ابدا. ما حدش بيقول ما تبقى السرعه بشكل انه ينتج عنها اخطاء. بالظبط. طيب عايزين نرجع للنقطة اللي حضرتك كنت بتقولها، نرجع لها سريعا وبعدين نتكلم عن الاتحاد. حضرتك كنت بتقول ان انتوا لما كنا بنقول على اتحاد المطورين ان احنا بنقول ده ممكن يبقى هيبقى بنفس الفكر من وجهة نظر حضرتك زي اتحاد المقاولين، يعني مفهوم ان هو مطور صغير وبعدين لما يعمل حجم اعمال معينة يبتدي ان هو يتصعد لمرحلة اكبر. المقاول بيبقى له متطلبات علشان يترقى، راس مال وجهاز فني ومعدات، وبعدين بعد كده ما ياخد درجه وعايز يعلى للتاني يبقى فيه شغل عمله ونفذه، وجاب ما يثبت ان هو نفذه يقوم ينتقل الى الدرجه الاعلى وهكذا. الاتحاد لو عملنا اي نظام بنبقى عايزين نعمله بيكون الغرض منه ان القائم بالعمل ومتلقي الخدمة في امان ويحصلوا على كل شيء صح. بمعنى المطور اللي حجمه او مصنف اتحاد المطورين اللي احنا بنفكر عليه يبقى اذن هو حجم معين يطور في هذا الحجم اللي هو قادر عليه، اللي ينتج عنه منتج هو قادر عليه ويصل لمن حجز عنده ومن اشترى عنده. تمام. ما نروحش ند لمطور يشتغل في حجم كبير قوي ولا يستطيع ان ينجزه بالقدر الكافي لاسباب ماليه او ويرتبط معاه عملاء ولا يحصلوا على وحداتهم ونواجه مشكله زيها زي المقاول. هو تصنيف المقاول بيقول ايه؟ بيقول ان المقاول اللي درجه اولى يقدر ينفذ حجم شغل مثلا ب 150 مليون، اللي بعد كده ممكن لغايه 100، اللي بعد كده 70. ما يقدرش ابو 70 يدخل مع ابو 150، هيقع، مش هيقدر يكفي. وضمن برضه كاتيجوريز وضمن ده، لو قدرنا مع اختلاف شويه في الحالة المقاول يمكن اسهل شويه من المطور لكن ممكن يتعمل لها ضابط بحيث نقول من هذا الضابط ان هذا الحجم من الاستثمار يقوم به هذا المطور اللي له تصنيف في اتحاد المطورين في هذه الدرجه. طيب عايزين بقى نعرف الساده المشاهدين ونعرف حضرتك عن اتحاد المقاولين العرب. هو حضرتك الاتحاد ده اكيد بيضم مجموعه من الدول العربيه. عايزين نعرف هم كام دولة أعضاؤه وخططكم أو البلان بتاعكم 2020 إيه، وممكن إن أنتوا بوجود حضرتك في مصر كنائب
من نواب رؤساء الاتحاد، ممكن ان احنا نفيد مصر ازاي بالاتحاد ده، ونفيد الاتحاد ازاي بوجود حضرتك فيه؟ اتحاد المقاولين العرب الاعضاء فيه اتحادات المقاولين او المؤسسات او الجمعيات اللي بتمثل المقاولين في كل دولة. يعني ده بيتعامل كبلك. هو اتحاد بيضم اتحادات، مش بيضم افراد او مقاولين. اتحادات. تمام. بيضم الاتحاد زي مثلا يعني مثلا اتحاد المقاولين العرب العضو فيه عن مصر هو الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد. تمام. ده اللي بيمثل الدولة. اللي بيمثل مصر في هذا الاتحاد هو اتحاد المقاولين المصري، يمثل تمام. مصر في اتحاد المقاولين العرب. تمام. وكل بلد عربية فيها نفس الكلام. اتحاد المقاولين بتاعها هو العضو في اتحاد المقاولين. عدد الدول الأعضاء اللي فيه قد إيه بقى؟ احنا حوالي يمكن 15 دولة دلوقتي. تمام. رئيسه رئيس اتحاد المقاولين العراقي. تمام. الأستاذ علي السنافي. أنا النائب الأول لي من مصر، النائب الثاني من السودان المهندس طيب. مالك دنجلة. عايزين نعرف الخطط ال 2020 في مصر أخبارها إيه؟ يعني دور اتحاد مقاولين العرب، احنا بالزبط. اتحاد مقاولين العرب معني في خلال هذه الفتره، احنا طبعا انضمينا حديثا لمجلس الوحده الاقتصاديه، بقيتوا احد الاتحادات المنضمه للاتحادات النوعيه اتبع مجلس الوحده الاقتصاديه اللي بيرئسه السفير محمد الربيع. السفير محمد الربيع، وانا بحييه لان هو بيقوم بدور كبير قوي في طبعا هو بيضم كل الاتحادات العربيه اللي في المنطقه كلها وانضمينا ليه. و احنا في اليومين دول في اتحاد المقاولين العرب معنيين جدا، مهتمين جدا بحاجه بتقول ازاي المقاول العربي يقوم بدور فاعل في اعاده التعمير او في تعمير الدول العربيه التي تاثرت باحداث الربيع العربي. تمام. فهمت. يعني حطينا كخطه لاعاده اعمار الدول التي تاثرت باحداث الربيع العربي. منهم من بدات الامور فيه تستقر لحد ما، وفي منهم لسه في الطريق، لكن قلنا ان شاء الله احنا عايزين نبقى جاهزين مجرد ما ياتي الاستقرار الذي ياتي منه امكانيه اعاده الاعمار يكون الاتحاد المقاولين العربي دور كبير في هذا الموضوع. تمام. بالنسبة برضو مع مجلس الوحده الاقتصاديه في هذا الكلام، وعندنا مثلا زي ما بقول لحضرتك رئيس الاتحاد من العراق، والعراق يمكن من اكتر الدول اللي داخله في الاعمار في الاعمار ومنسقين جدا، وابتدى يبقى في كلام ان هم عايزين عماله مصريه وعايزين عماله مهنيه وعماله عاديه ويروحوا يشتغلوا هناك. احنا كاتحاد مقاولين عرب بنقول ان احنا لو قدرنا نعمل كيانات قويه من مقاولين من الدوله اللي فيها الاعمار ومقاولين من مصر ومقاولين من دول اخرى تطلع منها كيانات ضخمه تستطيع ان هي تبقى في قوة الشركة الصينية والكورية والكلام ده كله. تمام. ولو انتظرنا هنفاجأ بانه هذا الاعمار توجه الى شركات من خارج المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. تمام. ويبدأ بقى المقاول العربي يروح يشتغل بالباطن او يقدر ما يشتغلش او كده. بالظبط. احنا مركزين جدا دكتور في تمام. هذه المرحلة عينينا مفتحة جدا ومركزة تمام. على انه وانس انه يبقى فيه هذا الاستقرار اللي ينتج اللي يجي بعديه اعاره الاعمار يبقى لنا تواجد الاول. تمام. ويبقى لنا دور. يعني اذا تمام. كنا يعني خسرنا خسارات كبيره في هذه الحروب فمن باب اولى نعوضها بقى ان احنا اللي نعمل اعاده الاعمار بدل ما يروح لشركات من جنسيات اخرى. يعني تمام. احنا طبعا مستمتعين جدا بلقائنا مع حضرتك. انا اكتر والله بس جدا. احنا وقت حلقتنا انتهى، فطبعا بنقدم لك بخالص الشكر والتقدير لوجودك معنا وشرفتنا في البرنامج. سعيد جدا بهذا اللقاء. ربنا يخليك، ونتمنى ان شاء الله نلتقي بحضرتك تاني. شكرا. الف شكر. الف شكر. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. الى ان نلقاكم السبت القادم، نترككم في رعايه الله.